بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم جهات التعصيب. جهات التعصيب هي البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة مع الأخوة ثم بنو الإخوة ثم الأعمام وبنوهم ثم الولاء. كم هذه؟ 6 جهات. فلا تبدأ بجهة ويوجد الجهة التي قبلها. تعصيب يكون للبنوة للأبناء الميت، ويسقط من عداهم في العصوبة، فلولا أن الأبوة لهم فرض إذا عدم العصوبة لسقطوا لولا الفرض الذي خصص لهم. فإذا وجدت البنوة فلا ينظر في من عداهم. ثم لم توجد البنوة فننظر في الآباء، فهم أصحاب التعصيب، ولا يعصب الأجداد ولا الإخوة ولا بنو الإخوة ولا الأعمام ولا بنوهم ولا الولاء. فإذا وجد الآباء فيعصبون دون من عداهم، فإذا لم يوجد الآباء فينظر في الأجداد والإخوة أيهم يقدم، والخلاف بين العلماء في تقديم الأبناء الآباء الأعلون الأجداد على الإخوة، وقيل يستوون في هذا ويشتركون، ثم بنو الإخوة بعدهم، ثم الأعمام وبنوهم، ثم الولاء. فلا ينظر في السيد المعتق ما دام يوجد عاصب غيره فهو أولى منه، فإذا لم يوجد إلا هو فإنه يأخذ التعصيب، والعاصب هو الذي يأخذ ما أبقت الفروض أو كل المال إذا لم يكن فيه صاحب فرض. وعندنا الجهات، فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا البيت: فبالجهة التقديم ثم بقربها. الجهة تقدم الجهة على من عداها. لو كان ابن 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 إلى آخره وأب، فأيهم صاحب التعصيب؟ الابن وإن نزل. وهذا معنى قوله بالجهة، يعني تبدأ التعصيب بالجهة وهي البنوة وإن نزلت، ثم الأبوة، ثم الجدودة والإخوة، ثم العمومة الأبن الإخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. فبالجهة التقديم ثم بقربه. القرب في الجهة أولى من غيره. ابن أولى من ابن ابن. ولما؟ لأن الابن أقرب من ابن الابن،
العم أولى من عم العم أو ابن العم، وهكذا. فالقرب يؤثر على الميراث، القريب يؤثر على البعيد، فما لذي قوة وما لذي البعد مع القريب في الإرث حظ من حظ ولا نصيب. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب، فبالجهة التقديم ثم بقربه الأقرب أولى من الأبعد، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. فعندك إذا كانوا قريبا كلهم أقربا كلهم بنو عم، فأيهم تبدأ به؟ تبدأ بابن العم الأقرب على ابن العم، وهكذا. بالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. فإذا كان شقيقين الميت، وهذا ابن العم شقيق ومعه ابن عم لأب، فأيهما البدء به؟ الشقيق أولى. فإذا كان الشقيق أبعد من الابن الأقرب، أبعد من ابن العم، فأيهما يبدأ به؟ يبدأ بالشقيق إذا كان متساويا مع غيره، أما إذا كان أبعد فإنا نبدأ بالأقرب. بالجهة التقديم ثم بقربه، فمثلا إذا هلك هالك عن ابن أخ لأب، ابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق، أيهما البدء به؟ الأخ لأب أقرب والأخ للشقيق أبعد. فبالجهة التقديم ثم بقربه يبدأ بالأقرب أولى. هذا كتاب الفوائد الشنشورية، الشنشورية في شرح المنظومة الرحابية. ثم أعلم أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فتارة يستويان أو يستوون في جهة، والدرجة والقوة فيشتركان أو يشتركون في المال أو ما أبقت الفروض، وتارة يختلفون في شيء من ذلك فيحجب بعضهم بعضا. وذلك مبني على قاعدة ذكرها الجعبري رحمه الله في بيت واحد، حيث قال: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. وذكر المصنف بعضها بقوله: وما لذي البعد مع الابن الإرث، وما لذي البعد مع القريب في الإرث حظ ولا نصيب، وما لذي القربى في الإرث من حظ ولا نصيب، وما لذي الدرجة البعد وإن كان قويا مع الوارث الغريب. إذا كان من جهة واحدة في الإرث من حظ ولا نصيب، فإذا كان الورثة في جهة واحدة فكلما كان أقرب إلى الميت وهو الوارث، وإذا كانوا في جهتين فالجهة الأولى أولى من الجهة الثانية، وإذا كانوا في جهة واحدة وأحدهما أقرب كان يكون ابن ابن وابن ابن ابن، فالجهة القربى أولى
فإذا كانوا في جهة واحدة وأحدهما أقرب من الآخر أو أقوى فإن القوي يحجب الضعيف، وإذا كانوا في جهة واحدة وأحدهما يدلي بالجهتين بالأبوة والأمومة والآخر لا يدلي إلا به بأحدهما، فالمدلي بأحدهما دون الأولى لا يرث مع المدلي بهما، وإذا اختلفوا صاروا جهتين أحدهما أقرب والآخر أقوى فيبدأ بالقرب أولا، كأن يكون ابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق، أيهما تبدأ به؟ تبدأ بالأخ لأب لأنه أقرب، لأنه أقرب، فكلما كان أقرب للميت فأولا في الجهة الواحدة يبدأ بالأقرب، في الجهتين يبدأ بالجهة على الجهة وإن كان أحدهما أقوى، كأن يكون ابن أخ شقيق مع ابن 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 للميت، فيبدأ بابن الابن على الابن الأخي لأنه ابن الأخي أبعد جهة وهذا أقرب جهة، من جهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. وذكر المصنف رحمه الله بعضها بقوله ومعارض البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، ومعارض الدرجة البعد وإن كان قويا مع الوارث القريب إن كان من جهة واحدة في الإرث من حظ ولا نصيب لحجبه بالأقرب منه درجة وإن كان ضعيفا كابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق، لمن يكون الميراث ابن أخ لأب هذا في ضعف، وابن ابن أخ شقيق هذا أقوى لكنه بعيد، فيبدأ بالأقرب. وكابن وابن ابن وكأب وجد وكابن أخ شقيق وابن ابن أخ شقيق أو لأب وكعم شقيق أو لأب وابن عم شقيق أو لأب، فلا شيء للثاني مع الأول في جميع هذه الصور لبعده، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. هذا البيت للجعبري بيت حسن واضح جدا، واستدل به علماء الفرائض على توريث الأقرب فالأقرب، وأن الجهة هي المقدمة أولا، النظر إلى الجهة ثم إلى البعد والقرب ثم إلى القوة والضعف، فإذا تساووا في الدرجة فيبدأ بالأقوى، فإذا لم يتساووا في الدرجة فيبدأ بالأقرب، وهكذا. خليها عمر أقرأ ثم علم أنه يجتمع عاصبان، ثم أعلم أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر فتارة يستويان أو يستوون في الجهة والدرجة والقوة فيشتركان أو يشتركون في المال أو ما أبقت الفروض، وتارة ذلك عن ابن وابن ابن وابن وهكذا، إلا أنهم مشتركون في الدرجة والقوة والضعف والجهة.
نعم. وتارة يختلفون في شيء من ذلك فيحجب بعضهم بعضا، وذلك مبني على قاعدة ذكرها الجعبري رحمه الله في بيت واحد، حيث قال: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. وذكر المصنف بعضها بقوله: وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. وما لذي الدرجة، الدرجة البعد، وإن كان قويا مع الوارث القريب إذا كان من جهة واحدة في الإرث من حظ ولا نصيب لحجبه بالأقرب منه درجة وإن كان ضعيفا، كابن أخ لأب وابن ابن وابن ابن أخ شقيق، فلا شيء للثاني مع الأول إجماعا لكونه أبعد منه درجة وإن كان أقوى من الأول، وكابن ابن ابن وإن لم يدل به كأب وكأب وجد وكابن أخ شقيق وابن ابن أخ شقيق أو لأب، وكعم شقيق أو لأب وابن عم شقيق أو لأب، فلا شيء للثاني مع الأول في جميع هذه الصور لبعده، لأنهم سواء في الجهة، ويمتاز الشقيق بالقوة. فائدة: ما هذه هذه حجازية، ولذي البعد خبرها مقدم وجاز تقديمه لكونه جار أو جارا أو مجرورا. ومن حظ اسمها مؤخر وهو مجرور بمن الزائدة لتنصيص العموم، وسوغ زيادتها سبق النفي. وكون مجرورها نكرة ولا يخفى ما في عطف النصيب على الحظ من التأكيد فإنهما بمعنى واحد. قال القرطبي في مختصر الصحاح: النصيب الحظ من الشيء والله أعلم. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشرط النسب، بشرط النسب، بشطر النسب. والأخ لأم وأب، والعم لأم وأب، وابن الأخ لأم وأب، وابن العم لأم وأب أولى من المدلي بشطر النسب. أولى من المدلي بالأبوة فقط، بالأب. نعم. وهو الأخ لأب في الأولى، والعم لأب في الثانية، وابن الأخ لأب في الثالثة، وابن العم لأب في الرابعة، فيحجبه في جميعها لأنه أقوى منه. لا يقال ظاهر عبارته يقتضي حجب الأخ لأم بالأخ الشقيق فإنه مدلي بشطر النسب، لأننا نقول كلامه في المدلي بشطر النسب من العصبات وهو الأخ لأب، وأما الأخ لأم فليس من العصبات. تنبيهان: الأول، قد ذكرت ما ذكره المصنف رحمه الله بعض القاعدة التي ذكرها الجعبري وغيره، واعلم قبل إيضاح ذلك أن جهات العصوبة عندنا سبعة: البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة والأخوة، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء، ثم بيت المال. إذا علمت ذلك فإذا اجتمع عاصبان فمن كانت جهته مقدمة فهو مقدم وإن بعد، على من كانت جهته مؤخرة فابن ابن ابن أخ شقيق أو لأب مقدم على العم، وذلك معنى قول الجعبري رحمه الله: فبالجهة التقديم. فإن اتحدت جهاتهما فالقريب درجة، وإن كان ضعيفا مقدما على البعيد، مقدم على البعيد، وإن كان قويا كما مثلته آنفا، وذلك معنى قول الجعبري رحمه الله: ثم بقربه. فإن اتحدت درجتهما أيضا فالقوي وهو ذو القرابتين مقدم على الضعيف وهو ذو القرابة الواحدة كما سبق تمثيله قريبا، وذلك معنى قول الجعبري رحمه الله: وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. التنبيه الثاني: هذه القاعدة كما هي في العصبات قد تأتي في أصحاب الفروض وفي أصحاب الفروض مع العصبات وعليها مع قاعدة أخرى
وهي أن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم ينبني باب الحجب، والله أعلم. ولما أنهى الكلام على القسم الأول من التعصيب، أقرأ في ترخيص الفرائض، ترخيص الفرائض جهات التعصيب. جهات التعصيب ست، وهي البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة مع الأخوة ثم بنو الأخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة ثم الولاء. هذا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. جهات التعصيب ست، وقيل أربع، وقيل خمس، وقيل سبع، اختلاف الأئمة رحمة الله عليهم في التقديم والتأخير. لكن علينا أن نأخذ مذهب إمامنا، مذهب الإمام أحمد رحمه الله، حيث أنه الأقوى والأشبع بالدليل. وإذا اجتمع عاصبان فأكثر فتارة يستويان أو يستوون في الجهة والدرجة والقوة، وحينئذ يشتركان أو يشتركون في المال أو فيما أبقت الفروض، وتارة يختلفان. يشتركان فيما أبقت الفروض كي يكون أخوان، أخوان لأب، أو أخوان شقيقان، أو ابن أخ، وهكذا، فحسب ما يكونون إن كانوا من جهة واحد، من جهة واحدة وهم مستوون في العدد فيكون بينهم مشترك، وإن كانوا بعضهم أقرب من بعض فيبدأ بالقرب والقوة. وتارة يختلفان أو يختلفون في شيء من ذلك فيسقط بعضهم بعضا، وذلك مبني على قاعدتين: ألف، أن كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم بالاتفاق والجدة الأبوية، فإنها ترث عند الإمام أحمد ومع الأب والجد أيضا. جدة لأبوين وولد الأم، ولد الأم أدلى بالأم وهو لا يحجبها ولا يمنعها من الميراث وهي لا تمنعه، ولد الأم يرث هو وأمه في مال واحدة، والجدة للأبوين هل ترث مع ابنها أو لا، قولان للعلماء رحمهم الله. باء، إذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم من كانت جهته مقدمة كما علم من ترتيب الجهات، وإن تراخي على ما كانت جهته مؤخرة، فابن الابن وإن نزل مثلا مقدم على الأب فلولا أن له فرضا لسقط. فإن كان ابن الابن معصب من درجة الأولى ولا يقدم عليه تعصيب آخر، بخلاف الابن، بخلاف الأخ والعم. الأخ والعم، الأخ مقدم على العم جهة، فلا يرث العم مع وجود الأخ، ولا يرث ابن الأخ مع وجود الأخ، وهكذا. إذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم من كانت جهته مقدمة كما علم من ترتيب الجهات، وإن تراخي على ما كانت جهته مؤخرة، فابن الابن وإن نزل مثلا مقدم على الأب فلولا أن له فرضا لسقط. فإن كان أو كانوا من جهة واحدة فالقريب وإن كان ضعيفا مقدما على البعيد وإن كان قويا. فابن الأخ لأب مقدم على ابن ابن أخ شقيق، وأما إن تساويا أو تساووا في القرب فالقوي مقدم على الضعيف، فالأخ الشقيق مقدم على الأخ من الأب. وإلى هذا المعنى أشار صاحب الرحبية بقوله: وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأب أولى من المدلي بشطر النسب. أحكام العصبة من نفس ثلاثة ستأتينا إن شاء الله. يقول السائل: هالك عن زوجة وبنت وشقيقة، ها
هالك عن زوجة وبنت وشقيقتين، ما الحكم؟ كيف يكون الميراث؟ للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف لكونها واحدة، والباقي لمن يكون؟ للشقيقتين سواء بينهما، لأنهما عصبة مع الغير، عصبة الأخوات عصبات مع البنات وبنات الإبن. يقول السائل: رجل رزق بمولود يريد أن يأخذ رأسين من الغنم ويذكيهم عقيقة، هل يجزئ أن يتصدق بقيمة الذبيحتين على رجل أصيب بمصيبة في بيته وأولاده وزوجته؟ العقيقة السنة في ذبحها، ولا يجوز أن يتصدق بدراهمها، وإنما تذبح عن الحي عن الولد. يقول السائل: في زمننا لا يوجد رقبة ولا يستطيع الصيام، وليس عنده ما يتصدق به فماذا يفعل في الكفارة؟ تبقى الرقبة في ذمته متى ما تيسرت له واعتقها. يقول السائل: هل يجوز طلب الممرضات للعمل في منازل المرضى؟ يجوز إذا كان هذا في حاجة إلى العناية، فيجوز أن تتخذ له امرأة تمرضه. يقول السائل: أحد الأصدقاء يعطيني زكاته أجعلها عندي عدة شهور ألتمس حاجة الناس. يجب عليك أن تحرص على براءة الذمة وأن تعطيها لمستحقها، فإن لم تجد وتلتمسه ولا تؤخر التأخير الكثير، خشية أن تبقى عندك ولا تخرج للفقراء، وهي من قوت هذه السنة، فلا يجوز أن تؤخرها لسنة قادمة. يقول السائل: رجل تردد في نية الصيام يصوم غدا أم لا، وذلك في رمضان، ثم نام على ذلك وأصبح ثم صام، فهل عليه قضاء ذلك اليوم؟ على حسب ما عزم عليه عند النوم، فإن عزم على الصيام فالنية صحيحة، وإن لم يعزم فالنية فاسدة، لأنه لم ينوي الصيام. يقول السائل: كيف يكون في روضة من رياض الجنة ثم تنزع عنه؟ يقول السائل: قلتم أنه قد يكون الإنسان في بداية القبر في نعيم ثم ينزع منه، والعكس. الظاهر أنها سبقة لسان، كونه في نعيم ثم يؤخذ منه، لأن الله جل وعلا يعلم عن استحقاق هذا العبد، فإذا أعطاه ما يستحق فلا يمكن أن ينزع عنه، وإنما العذاب قد يحصل عذاب على الميت بالقبر، فيدعى له ويترحم عليه ويتصدق عنه فيزول عنه هذا العذاب بإذن الله. يقول السائل: هالك عن ثلاثة أبناء وابن ابن. هالك عن ثلاثة أبناء ابن وابن ابن الولد الرابع. إذا كان هذا الابن مساو للأبناء الثلاثة فهم كلهم يشتركون حسب قربهم من الميت، فإذا كان مثلا خلف ابن ابن وابن ابن آخر وابن ابن ثالث وخمسة أبناء ابن رابع، فهم يشتركون كلهم في الميراث سواء، سواء كان أبوه هم سبعة وأبوهم واحد، أو ثلاثة وأبوهم واحد، أو اثنان وأبوهم واحد، أو واحد، لأنهم يدلون للميت بالجدودة، فهو جدهم جميعا.
يقول السائل: نحن نغتاب العلماء لأن شيخنا يوصينا بذلك لأنه يعتبر من العلماء. أنا أمركم بغيبة العلماء؟ أمرتكم في شيء سابق؟ نحن نغتاب العلماء لأن شيخنا، إذا كان يقصدونني فأنا أبرأ إلى الله، يوصينا بذلك لأنه يعتبر من العلماء. شلون نحن نغتاب العلماء لأن شيخنا يأمرنا بهذا؟ من شيخكم الذي يأمركم بهذا؟ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.